والعاشر من شهر مارس لعام 2022 الفائزة في الشوط الأول ذهبت بالناموس لرامس بن عامر بن قانوش العامري. تهانينا والناموس على هذا الفوز والعصا في الأبطان صاحبة أول أشواطي هذا الصباح الجميل والمميز. تهانينا والناموس على هذا الفوز والثانية موصولة أيضا لهدف رامس بن عامر بن قانوش على الفوز. والسلاماتنا إلى أهالي الهير على هذا الفوز الجميل والرائع وإلى أهالي منطقة البدع. 12-28 ثلاثة أجزاءين من الثانية بينما وضوح تأتي في ثاني الأشواط لمحمد بن عبد الله بن ياعد الحميري وحدة أبناء سويحان هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس ب 12-25 وأربع أجزاءين من الثانية. تهانينا لمحمد بن عبد الله بن ياعد الحميري على هذا الفوز والانتصار. يأتي شوطنا الثالث حيث ذهب مع جزيل لحمد بن محمد بالحب العامري وأكدت السلالة الهملولية هذا الفوز والانتصار ب 12-55 وجزئين من الثانية. تهانينا لأيضا محمد بالحب العامري المحلل القدير وتهانينا للمضمر سعيد بن محمد بالحب العامري. هذا هو لحظات الفوز 12-25 وجزئين من الثانية وسلام يا الطوية سلام على هذا الأداء. يأتي الشوط الرابع فكان مدلل صاحب العوائد وصاحب أيضا الرمز في الفترة الصباحية في جائزة زايد الكبرى هنا في عبيد بن هلال بن مبارك العفاري. تهانينا والناموس 12-37 وجزءا واحدا من الثانية والعصا في الأبطان. يأتي الشوط الخامس حيث ذهب مع العنود لسهيل بن محمد بذويب العامري أكدوا أبناء العين هذا الفوز والانتصار وانطلاقة العنود بالمركز الأول والعصا في الأبطان. تهانينا والناموس أيضا لسهيل بن محمد بذويب العامري ولسالم بن محمد بذويب العامري وإخوانهم الكرام على هذا الفوز 12-32 جزئين من الثانية. سمحة تأتي في الشوط السادس لسند بن محسن بن بخيت بن حفيظ المزروعي أكدت هذا الفوز الجميل ب 12-38 وخمسة أجزاء من الثانية وهدت أيضا أبناء الظفرة هذا الانتصار الكبير. يأتي شطر السابع الصيربي الذي فاز وأكد أيضا شعار أبو فيصل أحمد بن حمد بن مبارك بن رغاش الشامسي مؤكدا أيضا هذا الفوز العناوي. تهانينا والناموس وشكرا حمد بن مبارك أيضا الوهيبي من قدم الصيربي ب 13-4 أجزاء. يأتي شوطنا الثامن ذهب مع النايف لسعادة أحمد بسلطان الحلامي فقدم النوعيات الفاخرة والنجمة الزرقاء ب 12-47 وثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز الذي قدم من خلال تواجد النايف في هذا الصباح. الشوط التاسع ذهب مع الشامخة لمحمد بن علي بسلطان بن رشيد الكتبي وأكد أيضا دكتور الأصايل مع الشامخة 12-42 وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس على هذا الفوز. شوطنا العاشر ذهب مع اعتبار فأكد ممثل السلطنة الدائم محمد بن محمد بن سالم الوهيبي سلام بوسيف سلام على هذا الانتصار ب 12-40 وجزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. مذيار تأتي في الشوط الحادي عشر فأكد شعار أبو محمد شعار سعادة حميد بن سعيد النيادي هذا الانتصار الكبير ب 12-33 وتسعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز والرائع الذي قدم من خلال هذا الشعار. بينما يأتي شوطنا الثاني عشر مع ريمة محمد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري أكدوا أبناء المرموم هذا الفوز والانتصار ب 12-41 وسبع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. شوط السودانيات وبدأنا مع شلاعة الصديق محمد الصديق علان أكد مع شلاعة هذا الفوز وهدى أبناء السودان ب 12-57 وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذه النوعية الجميلة. شوطنا الرابع عشر حيث ظفر به خزاز لحامد بن حمدان بن محمد العنزي فأكد أيضا هذه النوعيات الفريدة ب 12-40 وثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للعنزي على الفوز بالمركزين الأول والثاني. وصلنا بكم إلى الختام مذكرين بانطلاقة المساء في تمام الساعة الثالثة من ظهيرة هذا اليوم فكونوا مع الموعد. شكرا مخرجنا حسين السيد شكرا موسى المندري يوسف بن قاسم البلو